السلام البنات، مرحبا بكم في البيت الصحراوي. ان شاء الله في هذا الفيديو كاع تكونوا لاباس عليكم بخير. اليوم راح نحضر معاكم طاجين الدواره. يلا معايا. نحتاج في هذا الطاجين بصل، حبه بصل، حمص يعني مطيباتها قبل، حبه طوماطيش مربياها، والدواره ولي زيبيس. بسم الله نبداو. راني مشعله النار، درك كندير الزيت، ندير غير شويه. نضيف البصل، خليه يتقلى، ونزيد الدواره. ايوا نقليهم مع بعض. ايوا نغطيهم ونخليهم يكملوا قليانهم. دركا ندير طماطيش، نقليه كاع مع بعضهم. درك ندير التوابل، ندير مغرف عكري، عكري، حب الكحلة، كركم، كركم، هادي نص مغرف كركم، نص مغرف راس الحانوت، مسكين جبير. أياو نخلطهم. أياو نقليهم. ديجا الدوار راني مطيبتها نص طياب. أيا دركا نمرق، حمص مازال ما نديرهاش، راني ديجا راه طايب. نغطيها ونخليها تكمل فيها. دور كندير نصف ملعقة ملح، وتقريبا ملغة مغرف صغيرة طماطم تاع الباطا، حمص ديجا راه طايب ياك يا إناس. ديجا راه طايب من قبل، لا راه طيب اصلا. حرار وكرافس. ايوا خلوه يكملوا الضياف. ها هي الدواره وجدت كما راكم تشوفوا، جات عاقده. دركا نمشي نوجدها في صحن التقديم ونوريها لكم. هذا هو الشكل النهائي للدواره، نتمنى تعجبكم والسلام عليكم.